السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مسألة برضو من المسائل المشهورة، والمسألة دي تعتبر نوع من كاتيجوري خاصة بتحليل الرقم بالصيغة الثنائية بتاعته. يعني في مسائل كتيرة دايما بتبقى بتتسأل وإجابتها بتبقى مرتبطة بمعرفتي للباينر فورمات بتاعة الرقم اللي هو بيقول لي إن هو جيفن. ففي المسألة دي هو طالب إيه بيقول إن أنا الجيفن عندي هيكون انتجر، وعاوزني أقول له إيه الماكسيمم جاب اللي موجودة في الرقم. السؤال ده ليه اتنين فيرجن، أحيانا بيكون قاصد إن الجاب تكون مجموعة من الأصفار فقط، وفي أسئلة تانية بيكون الجاب بتاعته سواء كانت واحد أو صفر. في المثال دوت هنتكلم عن الجاب جنرال، يعني سواء كانت مجموعة من الأصفار أو مجموعة من الوحيد. تعريفه للجاب اللي هو بيقولها في السؤال إن هي مجموعة من الأصفار ما بين واحد وواحد، أو إن هي تكون مجموعة من الوحيد ما بين صفرين. يعني مثلا ده كده عبارة عن جاب من صفر ما بين اتنين وحيد، اللينس بتاع الجاب هي عبارة عن واحد، يعني هو رقم واحد أو كاركتر واحد. لو جينا مثلا نبص على الوحدين دول، فأنا عندي دي كده جاب مكونة من اتنين أو اللينس بتاعها اتنين، لأنها موجودة برضو ما بين اتنين صفر. لو مثلا هنشوف المثال ده، فأنا عندي الماكسيموم جاب موجودة إن هي أربع أصفار علشان ما بين الاتنين واحد دول. طيب السؤال دوت زي ما اتفقنا احنا برضو محتاجين إن هو نقسمه جزئين. جزء هيكون خاص بفكرة هو ازاي ان انا اجيب الرقم الباينر اللي عليه الدور، سواء مشيت من ناحية اليمين او من ناحية الشمال، هنا بالنسبة لي مش هتفرق. والحاجة التانية فكرة ان انا اعمل كاونتنج لكل جاب، ولما اوصل لنهايتها اعمل لها ريسيت وابدأ ان انا اكاونت في الجاب التانية، وازاي ان انا اعمل ديتكشن اصلا للجاب. من انواع التفكير او طريقة من طرق الحل ان احنا هنحتاج دلوقتي اربع متغيرات. المتغير الاول اللي هو start دوت هحط فيه الرقم او الايدج اللي موجوده حاليا عندي، يعني دي كده البدايه بتاعتي. وبعد الستارت دي هبدا ان انا اكاونت الارقام اللي ما بتساويش الستارت، لان انا بالنسبه لي هي ايدج، فعلشان اكاونت جاب لازم تكون مختلفه عن الرقم ده. لو لقيت ان هو شبهه خلاص اعمل سكيب، لانك طول ما انت شبه الرقم بتاع الايدج انا كده دلوقتي ما دخلتش ان انا اعد. يعني مثلا لو دي كانت واحد واحد واربع واحد كده جنب بعض، هي ده كله بالنسبه لي هعمل لهم سكيب، وهمسك اول واحد بس دوت هو اللي بالنسبه لي هعد من بعده الاصفار، لان دي كده ما تعتبرش جاب. لو هي اربع وحايد فما فيش صفر هنا يقول ان هي دوت بدايه الجاب بتاعتي. طيب ال L دوت هيكون كاونتر تمبوراري كده، ان انا بشوف فيه الجاب الحاليه اللي انا شغال عليها اللينس بتاعها بكام، فدي حاجه هتنكريمنت كل ما هلاقي رقم زياده. وبعد ما اوصل لنهايه الجاب ببدا ان انا اشوف الرقم اللي انا وصلت له دوت هل هو اكبر من الحاجه اللي انا كنت مخزنها قبل كده ولا لا. لو لقيتها اكبر فخلاص هسيف الحاجه الجديده اللي انا لقيتها، وهكذا. والجاب دي علشان احط فيها التايب بتاعها، هي عباره عن جاب من الاصفار او من الوحيد. طيب الالجوريزم هيكون كالتالي: اولا احنا هيبقى معانا اول رقم خلاص هنعمله سكيب، وبعد كده هنبدا ان احنا نشوف تاني رقم عباره عن ايه. طريقه ان انا اخد الرقم اللي عليه الدور واعرف هو صفر ولا واحد، في طريقه سهله جدا ان احنا ممكن مع كل اتريشن نبدا ان احنا نشيفت الكاركتر بتاعي ناحيه اليمين. فانا كل ما هعمل شيفت يمين هبدا ان انا اعمل تشيك على اول رقم بس. طب هعمل التشيك دوت ازاي؟ ان انا اخد باقي الاسم على اتنين، والله لو طلع واحد يبقى هو البت ديت تعتبر واحد، فدي كده الطريقة اللي انا هعرف بيها. فانا هعتبر دلوقتي ان انا معايا كاركتر سي دوت اللي انا خلاص قريته، ده اللي هو الكاركتر اللي انا واقف عنده دلوقتي، اذا كان هو واحد ولا صفر. فاحنا هنعمل تشيك، والله هقول له اف ان سي دي نوت ايكوال ستارت. طيب لو هي ما بتساويش الستارت ده معناه ايه؟ طبعا ده معناه ان انا دلوقتي بدأت اكونت في جاب جديدة، وبالتالي هحتاج ان انا هقول له ال L بتساوي L زائد واحد، زود على اللينس واحد. طيب لو بتساوي الستارت فخلاص يبقى ده معناه حجم اتنين، يا اما ان انا لسه بشفت وعمال مش هعمل كاونتنج دلوقتي للجاب ولا حاجه، زي ما اتفقنا ان دي كلها مثلا لو اربع وحاجات جنب بعض، فانا هفضل اشفت كده وهستنى بنفس البارامتر اللي هو اللينس بيساوي صفر. بس في حاجه تانية ممكن اكون في نهايه جاب، يعني لو انا هنا مثلا نقلت الكاونتر ده على سبيل المثال ان احنا دلوقتي ده الستارت، وانا دلوقتي جيت وصلت لهنا فلقيت ان هو ما بيساويش الستارت لان دي صفر والستارت ساعتها هتكون بواحد، وجيت وصلت هنا لقيت ان دي واحد، يعني دي بقت بتساوي الستارت، فساعتها انا برضو محتاج ان انا اخد ديسيشن. الديسيشن ده ان انا اقول له والله انت كده وصلت لنهايه الجاب دي، فريتيرن الرقم، قول دلوقتي انك وصلت للجاب اللي هي اللينس بتاعها واحد مثلا. وبالتالي لما نبقى لسه موجودين هنا وننقل للرقم اللي بعده، فانا دلوقتي هيبقى عندي الكونديشن الثانيه اللي هي else، واسال السؤال بتاعي اللي هو لو اللينس اكبر من الصفر. ليه محتاج اسال السؤال ده؟ والله علشان انا لو اللينس بصفر فمعناها ان انا عمال بس مجرد ان انا اسكيب كاركترز وعمال اتاخد ناحيه الشمال وخلاص، فلو هي اكبر من الصفر معناها ان انا عملت ديتكشن لجاب جديده ومحتاج اقارن الرقم بتاعها. لكن لو هي
لسه بتساوي صفر، فانا مش محتاج اعمل حاجه. فهنسال هنا بقى دلوقتي سؤال، بما ان احنا خلاص بقى عندنا اللينس بقت اكبر من صفر، لان احنا مثلا لما جينا عند الصفر هنا في البدايه الستارت هي لسه واحد، مجرد ما عملت كده هعمل ايه بلس بلس فتبقى بواحد، والكرنت جاب هي لسه فعلا بصفر. تمام. طيب فمجرد ما انا وصلت بقى للرقم اللي عليه الدور هنا، فدلوقتي السي بتساوي الستارت لان هنا واحد والستارت عندي واحد، فالكونديشن دي كده مش هتتحقق، وهيروح للكونديشن دي لان فعلا اللينس بقت اكبر من واحد. فساعتها هسال نفس السؤال، هقول والله لو لقيت ان ال اكبر من الماكس، فساعتها احنا اتفقنا محتاجين نعمل ستورنج للرقم اللي موجود في الايه في ال نخزنه في الماكس، بحيث ان دايما يبقى عندي رقم مخزن فيه اكبر حاجه وصلت لها، فاقول له هنا ماكس بتساوي ال. طيب بس كده لا، ومحتاج برضو اتاكد على فكره ان الجاب بتساوي كام، فهقول له هنا الجاب بتساوي واحد ناقص ستارت. ليه واحد ناقص ستارت؟ علشان انا عندي هنا الستارت لو واحد فده معناها ان انا بعمل كاونتنج لجاب فيها اصفار، فهتبقى واحد ناقص واحد بصفر. طب لو انا كنت بعمل جاب فيها وحايد يبقى ساعتها هتكون الستارت بصفر، وبالتالي لما اقول واحد ناقص صفر هتبقى واحد. فدي كده الطريقه اللي انا اعمل بها ستورنج بس للجاب، هي مجرد مجموعه من اصفار ولا مجموعه من وحايد. طيب بعد الكونديشن دي سواء عملت ستورنج لرقم جديد او رقم صغير، انا كده محتاج اعمل ري انيشاليزيشن للمتغيرات بتاعتي علشان تتماشى مع الجاب الجديده اللي انا هبدا ان انا اكاونت فيها. بمعنى ان انا دلوقتي على وشك ان انا اعمل كاونتنج لجاب فيها وحايد، وبالتالي محتاج ان انا اخلي الستارت بصفر، فهقول له هنا الستارت بتساوي واحد ناقص ستارت، هعمل لها الالترنيت لان كده ببدا ان انا نهايه جاب وبكون جاب جديده، فطالما جاب جديده يبقى اكيد ان انا شغال على ايه كاركترز معاكسه، لو واحد تبقى صفر ولو صفر تبقى واحد. طيب وتاني حاجه ان انا اخلي له اللينس بتساوي واحد. ليه بتساوي واحد مش صفر؟ علشان خلاص انا مجرد ما انا عند الكاونت ده فانا دلوقتي اعتبرت ان الستارت هي اللي هتكون صفر، خلاص لما قلت له واحد ناقص الستارت القديمه، ومجرد ما انا عديت دوت يبقى خلاص ده بالنسبه لي واحد، والماكسيمم طبعا من الكونديشن اللي فوق خلاص هنرجع واحد، فكده عديت اول واحد اهو في الجاب الجديده. طيب تعالوا نشفت الرقم ونشوف، هل دلوقتي الواحد اللي هو السي بتساوي الستارت؟ لا، يبقى هعمل ايه كاونت بلس بلس، يبقى خلي الاثنين، خلي ال بتساوي اتنين. طيب بعد كده هنيجي نشفت، هل دلوقتي السي نوت ايكوال ستارت؟ لا، ده ديت الصفر بتساويها، يبقى انا هخش الكونديشن دي. هل ال اكبر من صفر؟ اه، انا عندي ال دلوقتي باتنين اللي هما الاتنين وحايد دول. طيب هل ال اكبر من الماكس؟ اه، يبقى انا محتاج اعمل ايه ستورنج لل ال الجديده، وهخلي الجاب دلوقتي ان هي تبقى ايه وحايد، علشان كده اللي هو لما اقول ان الجاب بتساوي واحد ناقص ستارت يبقى واحد ناقص صفر بواحد، يبقى انا دلوقتي فعلا الجاب اللي هي الماكسيمم لينس بتاعها اتنين دي تعتبر دلوقتي جاب اوف وانز. طيب الستارت هتساوي واحد ناقص ستارت، يبقى انا هقول دلوقتي الستارت واحد، علشان برضو ايه لان خلاص بمجرد ما انا بدات اعد اصفار من هنا يبقى هعتبر ان الايدج بتاعتي هو الواحد ده، فاقول ان الستارت بتساوي واحد، وبعد كده هريتيرن ال لواحد، وهكذا هفضل امشي. طبعا هنا هعمل ريسيت تاني ان الستارت تكون هي الصفر علشان الجزء ده كده، واللينس طبعا هترجع لواحد، والماكسيمم والجاب مش هتتغير لان دوت الجاب ديت بواحد، برضو لما اعد الوحايد دي هلاقي ان هما اتنين فمش هتغير حاجه. طيب لما اجي هنا بقى، هنا هيبدا ان هو يعد واحد واتنين وتلاته واربعه، ولما يجي هنا هيلاقي ان انا دلوقتي رجعت للستارت تاني، فهيبدا ان هو هيلاقي ان اللينس هنا باربعه فهيستور الاربعه. فانا محتاج بقى في الاخر خالص بعد الجزء ده ابدا ان انا ايه هريتيرن الماكسيمم نمبر. ده كده كالجوريزم، تعالوا نشوف بقى الحاجه دي هنمبلمنت فيها ازاي بالبايثون.